مارسيلينو ألفريد كلاس، مساء الخير. مساء النور استاذ مارسيلينو. عمرك 48 سنه، انت من زحله، موجود معنا اليوم لانه بمناسبه عيد الاب قصتك قصه كثير قوي. كان عمرك سنه انحرمت من ألفريد بيك. نعم. وكل عمرك حرقه بقلبك انه ما فيك تقول يا بيي. صعب كثير، صعب، تعذبت كثير، بعدني لهلا معذب، محروم من كلمه بيي لحد هلا. بس شوف حدا عم بيلعب اولاده بتضايق، بس وبي عم بيلعب مع اولاده بتضايق. مشان هيك ما عم بعود اولادي، ما عم بحرمهم كلمه البي، كرمال هيك عم بحضنهم علي، عوضهم البي اللي انحرمت منه انا، عم بعوضهم لاولادي، كرمال هيك عم بتعب بحياتي كثير وبعدني معذب. تعذب. بس اللي بيموت بيو عمره سنه ما بيكون عنده اصلا فكره ذكريات. عن ذكريات قد ما خبروني عنه اهلي ماما، قد ما كان معلق فيي. قالت لي انت الوحيد، ديش خلفت اولاد، انت الوحيد من بين اخواتك كان نقطه ضعفه. مين عوض غياب الاب من اخواتك؟ ميشيل؟ لا، خيي الكبير فؤاد. فؤاد الله يرحمه، هذا عمل البي والخي، هو رباني يعني، استلم العيله كلها. فؤاد كان يقول لك يا بيي؟ كان يعيط لي يا بيي، انا كنت عيط له بيي، مثلا بده يبعثني شيء بيي اعملها، بيي روح تعال. ما كان يحرمني، ما كان منقص علي شيء، كان كثير بيحبني، شو بدي يجيب لي؟ ما حرمني من شيء، كان حنون، قلبه طيب، حمل العيلة كلها، بس أكتر شيء أنا يعني. اليوم الناس اللي ما بيحكوا مع بياتهم لسبب من الأسباب، شو بتقلون؟ أكبر غلط هيدا، أكبر غلط هيدا، يعني الباي يعني نقطة ضعفك. بس كمان في بيات قاسية، كمان في بي قاسي ظالم. قد ما كان، قد ما كان قاسي، بس حنية الولد على ابنه الباي لبيه، نظرة تعني كل شيء، نظرة الباي، نظرة الحنية، يعني كلمة يا بي، يا بي إذا بتنجرح إصبعك مثلا بتقول أخ، يعني يا خيي، يعني خيك حدك، بيك، سندك، كل شيء أنت بالحياة له. مارسيلينو تعذبت بحياتك، درست للبروفي. نعم. بعدين بلش مشوار العذاب، اشتغلت ميكانيسيان بالكهرباء، بالأرض، كل شيء، الخضرة، كل شيء. عنا كان محلات خضرة بزحلة. تعبت كثير مع اخواتي، بعد ما توفى خيي المرحوم استلمت مع خيي الله يرحم فؤاد بالمحل. ميشيل تقوص؟ تقوص بمحل الخضره عنا، سرقه يعني، فاتوا شاب عمره 25 سنه، سنه 92. ورحت صرت مع فؤاد خيك؟ استلمت مع خيي. زوجتك مريم ام اولادك يعني؟ نعم. ام جورج وشارل. تعرفت عليها؟ بالنبعه. بالنبعه وحبيتها؟ نعم. قصة. وخلق شربل. خلق شربل. قد ايه كان عمره لما اكتشفت انه يمكن عنده مشكلة نفسية او بأعصابها او من اول ما تجوزت؟ شو اكتشفت؟ عنده مشاكل صحية. سكت، عضيت على جرحي وسكتت. ما فيني انه افضح حالي قدام العالم. كنت تضرب الاولاد؟ ايه. تعذبت كثير. شو عملت بشربل؟ كان يطلع على ظهر البراد ياكل الحلو ونخبيه عنه، عم تلقطه وتنزله، هلا يمكن مش بقصده اجى على دماغه، صار عنده تاخر بنمو الدماغ. يعني ضربته لشربل لصار في ارتجاج بدماغه. خيو الصغير كمان جورج اتحمله بشعراته وتخبته بخزانات المجلى. ليه؟ عنده اعصاب. يعني الله يشفيها يعني، كمان بحاجه الى هاي حاجة لعلاج. هاي أم ولادي، ما فينا يعني نظلمها أو شيء، هاي بالنهاية مرتي وأم ولادي، بس سبب المشاكل أولاد وعائليا. نعم. سبب المشاكل هو أنه استعانت أنت بسيدة أثيوبية كمساعدة. هي لا، ما لها علاقة الأثيوبية بيني وبين مرتي مريم. لكن بالعكس، علاقتي أنا ومشاكلي أنا ومرتي بيني وبين أهلي وبين الأولاد. نعم. السيدة الأثيوبية اجت على بيتي تشتغل، أنا استعنت منها من وراء رفيقتها موظفة بالبنك، كنت اشتغل فالي باركينج، أعطتني رقمها جبتها على البيت. بلشت أول شهر اثنين ثلاثة أربعة، صارت تلاقي في تغيرات بيني وبينها، في مشاكل، في كذا، صارت متضايقة، متضايقة منها. أينت بلشت الغيرة بين مريم بقلب مريم؟ مش غيرة منها. لكن غيرة، هي عندها أعصاب يعني، ما بتحكي معها بتكون هام بتصير هام مريم، يعني عندها مشاكل. تركت البيت مريم؟ ايه. تركت وقت اجت نانسي؟
لا ما تركت البيت نانسي، تركت مريم البيت، كانت موجوده نانسي. بالاول صار شويه مشاكل، فليت رجعت جبتها. حست بغيري انه انت ضارب عينك على هذه السيده الاثريه؟ ايه بالاخر. انت امتى حسيت بشعور حب تجاه نانسي؟ من بعد ما اهتمت بولادي. يعني لانه اهتمت بولادك حبيتها؟ ما فيني اتخلى عنها. انسانه ابن مريض، بتعمل له الكوش، بتحممه، بتلبسه، بتطبخ كل شيء، ست بيت، ليش بدي اتركها تفل؟ ليش بدي اتركها تروح لحدا غيري؟ ما زال ولادي بيعيطوا لها ماما نانسي. هيك صاروا يعيطوا لها؟ بيعيطوا لها ماما نانسي، قد ما بيحبوها ومعلقين فيها. ربتهم 7 سنين للاولاد. بهالفتره زوجتك مريم طلبت انت الطلاق، طلبت منك 50,000 دولار لقاء تعويض الطلاق. تعويض؟ ايه. يعني عم تبتزك. ايه قلت لها ما بدي طلق ساعتها، وقفت الطلاق 7 سنين، هاي الثامنه هلا، ما عادش بدي. هلا حضرتها قامت دعوة علي. ايه بس لحظة، مش قامت دعوة عليك، بالنيابة العامة عملت دعوة عليك، بس انت حبيتها لنانسي وتزوجتها بالحرام. قلت لها ما فيني طلق، شو قلت لها؟ لمين؟ لنانسي. قلت لها أنا هلا ما فيني أتجوزك. إذا شو بعمل؟ لطلق مريم، ساعتها بنتجوز قانونيا. ايه أنا بس خلص من قصة مريم، أنا طلعنا على مار شاربل وعلى حريثة، طلبنا وصلينا إنه كأنه متزوجين. ايه لوحدك؟ أنا وياها، بيني وبينها. حلال أنت بتقول؟ هيدا ما بعتبره حلال. شو بتعتبره؟ بعتبره حرام، بس قدام الله قدام ربي أنا في عندي ولد يعني. وجبته ميشيل؟ وجبنا أنا جبت لك ميشيل. ميشيل ما سجلته على اسمك؟ لا. ليه أهلك ضغطوا عليك؟ مش ضغطوا علي، ما فيني سجله لأنه بعده مرتي على اسمي. يعني بتخاف المجتمع يقول عن ابنك لقيط؟ هلا ما فيك، ما نحن بمجتمعنا اليوم أكيد بده يقولوا لقيط، أكيد بمجتمعنا، بس أنا بدي أصلح الواقع. أنا جاي كرمال صلح الواقع، لأنه بالنهاية باي أنا، تأترك ابني يعيش برا بدون باي ما برضى. نانسي حبتك، اهتمت بشربل وجورج، ولادك من مريم، وأنجبت لك ميشيل، صح؟ أهلك بالمجتمع اللبناني بعد في تمييز ضد الناس يلي بيساعدونا. اعترضوا عليها. شو قالوا؟ بعد ناقصنا وحدة خادمة متلاقي تسكن ببيتنا. قلت لها لا. مش أمك؟ مش أمي، لا إخواتي. ما مش ناقصنا بعد وحده، بعد ناقص وحده مثل هيدي تنظف الحمامات تيجي تسكن ببيتنا. نحن ما فينا نفوت فيها على بيت خيي، ما لا تزعلش منها. كانت تطلع على زحله نانسي معك؟ تطلع معي على زحله، تضل معي طالع نازل انا وياهم. كانوا يستقبلوها اول شيء؟ لا. شو كنت تعمل؟ تقعد بالسياره؟ تقعد بالسياره، تضل ناطرتني بالسياره، اطلع اقعد عند اهلي، تضل ساعه قاعده يا حرام مع الاولاد، يا طلعوني شوي يرجعوا ينزلوا يقعدوا معها. وهي ما تتضايق نانسي؟ بني ادم نانسي، اكيد تضايق. تتضايق. شو تقول لك؟ تجي على بيروت ما فيها تحكيني، لانه بتحبني، بتحترمني، بتقدرني، ست بيت انا بقدرها كرمال هيك، حبيتها، احترمتها. نانسي تعبت صحيا، عندها مشكله ليفه ببطنها كبيره. نعم. عندها تعمل عمليه ما قدرت، بتكلف 1,500 دولار. وضعي خبرني كيف بليله ما فيها ضوء قمر اخذت الصبي وهربت على اثيوبيا. عبنا كنا ما بدنا نشوف كيف بدي تدين لها مصاري. شوف بلشت اول جمعه شغل بشوفير كاميون انا عند جورج صفير، قلنا عال بتدين 1,000 دولار، مندبر 500، بتكلف 1,500 العمليه. ثاقبت وقفت الشغل، رجعت قعدت فتره بالبيت، يعني ما في يعني اولادي والله، يعني بلشت المشاكل، الشريعه طولي بالك، روحي مرتي عم بتموت قدامي مش قادر اعمل لها شيء، يعني واحد عم بتموت مرته قدامه مش قادر اعمل لها شيء، بقتل حالي بروح بسرق، ما فيني. شو عملت؟ اتصلت بالسفاره الاثيوبيه؟ ما بعرف شو صاير، انا وبالبيت طلعت وجيت بعد الظهر، لقيت البيت فاضي، ولا حركه، لا صور، لا تيانات، لا تياب، لا الله، ما في شيء الا بالبيت، استغربت، دق مسكر تليفونه، برمت الدنيا، شلت حطيت. شربل وجورج وين كانوا؟ شربل وجورج كانوا بالدائرة الداخلي، حطيتهم داخلي انا، حطيتهم فتره داخلي. نعم. دقيت ما فيش حدا، رحت لكل رفقاتنا ما بيعرفوا شيء عنا. بعد 3 أشهر عرفت انه هي من ضليتك 3 أشهر مش عارف وين مرتك؟ باثيوبيا. شو عملت بهال3 أشهر؟ شو بدي لك؟ فقدت الدنيا، فقدت كل شيء بالحياه. قلت بعدها بلبنان؟ فكرت انا بعدها متخبيه عند حدا او شيء، يعني ابني بدي ابني عم ببرم مع ابني بدي. بعد 3 أشهر شو صار؟ بتلفن لي من اثيوبيا. مين معي؟ قلت تطلع بالصوره بتعرف مين معك. طلعت لقيت صوره الصف. بلش بكي. ما بقى في اتحمل. سمع اشاع، فتحت لايف، ابني عم يحكي معي ميكو، بابا 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 تاع
هون ما عاش فيه. قلت لها شو عملتي فيه؟ لهلا بتتأثر. دمرتيني. يعني ابني، حياتي هذا، روحي طلع عن قلبي. عم بعمل مستحيل بدي اجيبه، مش قادر. مش قادر. فينا نحكي مع نانسي نحن؟ شو قلنا؟ قلي شو؟ بدي ابني، بدي ابني. بدي ابني، بدي اعمل مستحيل كرماله، لو بدي اشحد. لو بدي اشحد بدي ابني. هاودي ولادي وهداك ابني. هاودي عين وهداك عين. ما بقدر. لو بدي قاتل الدنيا بدي اجيب ابني. هي وياه اثنيناتهم. بدك نحكي نانسي؟ يا ريت. يا ريت. نانسي مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ مساء النور. الحمد لله مساء الخير. شو اخبارك؟ اول شيء فرجينا ميشيل. وينه وينه ابنك؟ شوف ابنك انت. ليك ما بده بس يزعل هيك بيعمل. بابا ميكو ميكو حبيبي. ميكو بابا هون هون. هاي بابا. هاي حبيبي. هاي شو بابا؟ هاي شو بك؟ قال له هاي. شو يا روحي؟ قال له هاي. هاي بابا كيفك؟ كيفك؟ كيفك منيح؟ ايه حبيبي انت. شو يا روحي؟ شفته؟ ايه حبيبي ايه. مايكو هون هون بابا. نانسي ما يحكي معه. نانسي عم يحكي كان عنك مارسيلينو انه هالقد حبيتي ولاده شربل وجورج. نعم. تحبيهم؟ معلوم هاي مثل وليدي. قبل ما كلف كان عم بربيهم معي. كنتي عم تربيهم من كل قلبك؟ معلوم. اللي ربيتيهم لانك بتحبي لمارسيلينو ولا ربيتيهم لانه حبيتيهم للولاد؟ الولاد حنية وبحبهم كثير وكمان انه حبيته لإله. حبيتي يعني قبل ما اعرفهم الولاد ويعني عرفت لإله اوكي، بس انه قبل كل شيء ما كان بدي اروح اشتغل عنده. نعم اوكي. نعم ساعتها انه مرته بتعمل له مشاكل من قبل كمان، يمكن انا ما بعرف. صارت تغار منك؟ مرته غارت منك يا نانسي؟ هيك عم بتقول. هيك عم بتقول. هيك عم بتقول بس ما بعرف. بس بدي اقول انه بعدين عم بشتغل انه الاولاد وحبوني بحبهم. بنروح بنبدر مع بعض وكذا طاو. بدك تشوفي شربل وجورج؟ مالهم يا حن حدهم بولي بحبك. ليه جوجو وين؟ هيدا جوجو. أين جوجو؟ I love you. نانسي أنت مايك. خلي مايك يشوفهم كمان. ها ميشيل ليك هو بس يزعل. نعم بيعمل هيدا الشيء. ليك شوف ميكو بابا حبيبي يا روحي أنت. هون هون بابا شو بدك يا بابا حبيبي هون. نانسي انت عم بيقول لي مارسيلينو انه مرضتي فما قدر يوفر لك مبلغ للعمليه، اخذتي ابنك ميشيل وسافرتي على اثيوبيا. نعم حكيتي مع السفر. هذا شيء من قبل. نعم وربيت ولاده كنا انه عايشين ثلاث سنين. نعم بعد ثلاث سنين معنا حبل. صح اوكي بعد فتره يعني وانت يعني حبينا مع بعض. ليه؟ تركته مرته راحت انه هي عم تجار. نعم فليت انا. بس انت اوكي انت لما اخذت انت اتصلتي بالسفاره الاثيوبيه؟ نعم. وهن ساعدوكي لتاخذي ابنك وتفلي؟ ايه بس انه بدي اقول لك شغله. نعم قبل ما فل انه لما هابلت ميشو قال لي انه لازم بدك تنزلي، يعني في بيسمع هو في كلمة الناس. عرفت شو يعني تتنازلي؟ ما بسمعك. شو يعني ما بدهم الولد كان في ناس. نزلي الولد. اوكي ايه قال لي انه نزلي الولد. انا قلت له ما بنزل. فهيدا انت قلت له هيك؟ انا وياه. قلت لي ما بدي. ايه شو خص امك؟ انا ما بدي نزل كنت.
انا ما بدي بس الضغط عليك مرتك بعدها على اسمك يعني بتعملني مشاكل اكثر كانت وهي انت رفضتي ناسي قلتي لا بدي حافظ على الحمل على ابني معلوم هلا نعم. انا عايشة بالعمر باللبنان 21 سنة نعم اوكي نعم انه ما اتجوزت في بلدي وما كان عندي شيء لازم بدي تعملي عيلة نعم ناسي ما بدي ناسي ناسي انت حقك انه حقك انك يعني يكون عندك حضانة ابنك هيدا حق لك انت ام بس بالوقت نفسه ناس بيقولوا انه سرقت ابنه وفلت ما سرقته بس انه انا وياه كان مش في مشاكل بيننا شو كانت المشاكل ليش انه مشاكل مثل مرتي وجوزي يعني عم نعمل مشاكل نعم يعني بيقول لي انا بدي اعمل عمليه قال لي ما بقدر يعني ما بقدر فانا بروح بعمل عمليتي ببلدي قال لي لا انه قال لي انا ما بقدر اعمل لك يعني ماي مساري نعم وساعتها ورحت على الامام رحت على الكاريتاس ما قلت شيء يعني بقيت عذبت كثير يعني عن جد ناسي تعذبتي كمان بلبنان مع ابني ناسي تعذبتي بلبنان من نظره المجتمع اللبناني لإلك يعني الطريقه اللي بيطلعوا فيها للعاملات الاثيوبيات ايه هيك بيقولوا بس انه انا ما تفرق معي شيء برافو عليك هيدا شيء حياة برافو عليك ناسي هيدا حياة بس انا سوداء بيقولوا لي هي سوداء ليك جابت من لبنان وابنها وما بعرف شو ما تفرق معي بهيدا شيء ما بحطها براسي برافو ناسي يعني انا صرت لبنانية يعني ليش؟ انه ايشي عمر عرفت انا ب 16 عمري بال 16 عمري جيت بلبنان وقضيتي عمرك هون صحيح صحيح معلوم ايه وبعد في ناس بيميزوا ابيض واسود واثيوبي ولبناني ناسي بدك ترجع على لبنان ايه او لا بدك ترجع على لبنان اذا بتزبط ليش لا انه ابني عم بيسالني هلا بده بيو والصبح بيقوم بي حبيبي بدي اقول له حبيبي اذا وقع الارض بيقول لي مين عامل لك هيك حبيبي بيقول لي شو بدي أقول له؟ ناسي إذا أورائك جاهزة إذا بدنا ندعيك على لبنان تتكوني مع عائلتك هون؟ لأنه هلا بدي زبط له لابني باسبور ما باسبور هاي شيء وساعتها بدي أعمل بس أنا ما عندي شكوى ما عندي شيء ما عرفت يعني بالسفارة عندي كلسوا لي إياه وراح جيت لهون طيب. لابني كمان عملت ورقة عملت فتت بالأرض تعرف لأنه ما فيني تشرفوا ابني هاي الشيء نعم. بس خبيت عنه لأنه عملنا مشاكل نعم. في مشاكل بيناتنا نعم أنت بدك إياها بلبنان يا ريت فيك تحلها أنت وياها إذا بدها تجي كرمال نحن بتلفزيون الجديد نقدم لها دعوة تيكت كرمال ترجع على لبنان قبلان بس إذا هي قبلانه هي قبلاني وانا قبلان نانسي قبلان انت تحكي عن حالك هي بتحكي عن حالها مارسيلينو نانسي قبلاني تجي على لبنان نعم ممتاز بدي اجي ليش لا بيتواصلوا معك لكن نحن بفريق انا هيك حتى نشوف الطريقه اللي ندعيكي فيها لبنان تكوني مع شربل وجورج وميشيل اخوه يربوا مع بعض ان شاء الله وتسجل إن شاء الله تسجل ابنك باسمك اكيد اكيد هذا قبل كيف هيدا هي مشكله من اول صح هو قلتان عن جد انا سالته لحتى يسجل اسمه صحيح. بس انه في ناس قال لهم يكرب لك بيتك وما بعرف شو هيك ناسي هلا ابنك مسجل على اسم مين اسم بي يعني جده شو بيقولوا جده يعني بيك انت بي انا ممتاز يا نانسي بدك تقول لها شيء لنانسي قبل ما نودعها حبيبي يا روحي خلي لي اياك يا رب قولي الله حبيبي قولي الله وانا بحبك كمان وديري بالك على الصبي اهم شيء ومشتاق لارجع اشوفكم يا حبيبي ان شاء الله انا كمان مثلكم شكرا نانسي شربي لجوجو انا بحبكم يا ربي اشتقت لك جوجو شكرا نانسي مين انا جوجو مين جوجو مين شكرا مين لك مين هي جوجو شو اسمها؟ مين هاي؟ بطلت تعرفها؟ مين هاي؟ شو اسمها؟
شو اسمه؟ بالضبط ما هن بيحبوهم هلا لاقين فيها. مش لاقين فيها؟ أكثر شيء جوجو. جوجو تعلق فيها أكثر شيء. أكثر شيء جوجو يضل معه. إن شاء الله تشوفوا بعض بالسلامة يا رب. شكرا لك مدام نانسي، شكرا لحضرتك. ميرسي. شكرا لك. الله يخلي هالعائلة الحلوة مع بعض مجموعة. يطول بعمرك ويخليك بصحتك يا رب. ميرسي لك.